في خضم هذا التصعيد غير المسبوق يبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي وصل إلى القاهرة في زيارة خاطفة يبحث مع الرئيس المصري الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذه الزيارة العاشرة لبلينكين إلى المنطقة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. ما يميز الزيارة أنها لن تشمل إسرائيل ولا حتى أي دولة أخرى. من القاهرة تنضم إلينا مديرة مكتب الحدث في مصر رندا أبو العزم. رندا أهلا بك. إذن ما تفاصيل هذه الزيارة حتى الآن؟ نعم، الآن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس السيسي في قصر الاتحادية، ونحن هنا في قصر التحرير وزارة الخارجية في انتظار وصوله ليترأس المجلس الجلسة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي. هذا الحوار الذي بدأ منذ عام 99، ولكن هناك أهمية كبيرة بسبب ما نراه من أحداث إقليمية حولنا وما تقوم به مصر من وساطة للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة، وأيضا العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية. كل هذا ربما سيتم مناقشته اليوم في خلال جلسة المباحثات التي لم تبدأ حتى هذه اللحظة. من المتوقع أيضا أن يخرج وزير الخارجية الأمريكي بمؤتمر صحفي مع نظيره المصري. من المتوقع أيضا أنه أحداث لبنان بالأمس وما حدث في لبنان والتصعيد الذي يمكن أن يحدث بسبب ما قامت به إسرائيل سيطغى على هذه المحادثات، وأيضا سيضغى بالتأكيد على المؤتمر الصحفي. إذا كان هناك أي أمل في حدوث أي اختراق لوقف إطلاق النار، هذا الأمل ربما بيتضاءل في وسط توقعات من محللين أنه لن يوجد أي وقف لإطلاق النار قبل الانتخابات الأمريكية. ولكن هل سينجح بلينكين فيما فشل فيه من قبل، وخاصة أنه لن يقوم بزيارة لإسرائيل كما ذكرت؟ كل هذا ربما سيتم الحديث عنه، ولكن من الواضح أن وزير الخارجية بالأمس المصري الذي أجرى اتصالات في لبنان برئيس الوزراء وبوزير الخارجية اللبناني أعرب فيه عن دعم مصر للبنان، وأيضا المخاوف من وجود أي تصعيد إقليمي يمكن أن تجر إسرائيل المنطقة إليه سواء من حزب الله أو من إيران، وهو ما تحاول الولايات المتحدة منذ البداية، وأيضا الدول العربية مصر والمملكة العربية السعودية والأردن وكافة الدول العربية في محاولة تفادي هذا التصعيد. كل هذه الأمور على الطاولة، ولكن هل من الممكن أن يحدث أي اختراق في عملية وقف إطلاق النار، وخاصة أن محور فيلادلفيا هو أحد النقاط المهمة جدا؟ صحيح، في هذه النقطة رندا إذا سمحت لي، يعني كان من المفترض أنه بالمعلومات التي تحدثت عن أنه هذه الزيارة تشمل مصر فقط، يعني حتى لن يذهب إلى إسرائيل ولا أي دولة أخرى، كان هناك معلومات أو كان هناك تفسيرات وقراءات بأنها بالتالي ستركز فقط على محور فيلادلفيا بشكل كبير. هل ما زال هذا مطروحا؟ هل هذا ما ستركز عليه الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الزيارة؟ بالفعل هذه أحد النقاط المهمة والرئيسية التي تركز عليها مصر، وحتى بسبب أحداث الأمس ربما التي ستطغى على محادثات اليوم. ولكن يبقى موضوع محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا هو أحد الأهم النقاط التي توقف أو التي تعرقل الوصول الاتفاق. هل يمكن أن تقدم الولايات المتحدة طرح ما للتغلب على هذه العقبة، لأن مصر مصرة منذ البداية على انسحاب كامل إسرائيل من هذا المحور الذي يمتد لمسافة 14 كيلومتر على الحدود الفاصلة بين مصر وغزة. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الطرح مقبولا من مصر وأيضا من إسرائيل ومن من الجانب الفلسطيني؟ إذن هذه هي النقاط التي يبقى الحديث حولها، وأي إمكانية أو إمكانية الوصول لاختراق، هناك يعني شكوك كبيرة حول إمكانية الوصول لأي اتفاق أو أي اختراق إلا إذا كان هناك يعني طرح مقبول مصريا وأيضا إسرائيليا، ولكن في ضوء ما يحدث هناك استبعاد كبير للوصول لهذا الاتفاق الآن. الشعور في مصر في هذه الزيارة قبل العملية التي وقع بالأمس وبعد العملية، هل كان لدى مصر يعني هذا الشعور؟ هل لمس هذا الشعور بتفاؤل من هذه الزيارة أم لا؟
مصر بتواصل جهودها منذ البداية ضحى كما تعلمين، سواء في الوساطة أو سواء في التوسط مع الجانب، مع حركة حماس، مع الجانب الأمريكي، مع الجانب الفلسطيني. أنا أسمع الآن ربما موكب وزير الخارجية يقترب هنا من قصر التحرير، حيث أقف ليصل إليه قادما من قصر الاتحادية ليبدأ هذه المحادثات. على أي حال، موضوع التفاؤل والتشاؤم ليس مطروحا في السياسة، ولكن هناك محاولات. حتى إذا تذكرين منذ أسبوعين عندما كان قادم، يعني أهو الوزير الآن يصل موكبه إلى قصر. راندا للأسف توقف. قدمت موكب. تفضلي معك الآن الصوت والصورة. نعم نعم نعم، يعني مقدمة موكب وزير الخارجية الذي يصل إلى قصر التحرير ليبدأ محادثاته. هو سيغادر مصر غدا الخميس، يعني زيارة إلى حد ما طويلة مقارنة بالمرة السابقة، كانت 6 ساعات، هذه المرة أكثر، ربما سيكون فيها محادثات مع أكثر من جهة مسؤولة، بدأها بالرئيس السيسي، الآن مع وزير الخارجية، بحث العلاقات الثنائية. العلاقات الثنائية ضحى مهمة جدا للبلد لدينا، وكما تعلمين أن هناك ربما لأول مرة منذ سنوات أن يفرج عن المساعدات العسكرية الأمريكية بكاملها بدون أي اقتطاع. هذه المساعدات البالغة 1.3 مليار دولار تم إدارة بايدن طلبت الكونغرس بالإفراج عنها كاملة بدون أي اقتطاع، كما كان يحدث في السنوات الماضية عندما يتم الحديث عن ملف حقوق الإنسان. هذه المرة التي تأتي كالعادة في وقت حساس. شكرا جزيلا مديرة مكتب الحدث في مصر راندا أبو العزم، كنت معنا من القاهرة.